إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر المتعلق بنشرة كورونا بإقليم الجديدة ليومه السبت 25 أبريل 2020 الموافق لفاتح رمضان. إذن على بركة الله نبدأ هذا البث المباشر ديالنا. في البداية كنقول لكم مبروك عليكم هذا الشهر، هذا الله يدخلوا عليكم بالصحة والعافية والهنا وراحة البال وبالرزق، وباش ما كنتمنوا إن شاء الله. كنتمنى تكونوا دوزتوا النهار ديالكم بخير وعلى خير، و ما حسيتوا لا بجوع لا بعطش لا بتا شي حاجة. إذن مرحبا بالأخت سفيرة الأمال، كذلك الأخت نور المونة، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السي كريم، كيدوز ديال النهار؟ الحمد لله الحمد لله، فقط الصباح مع 8 وحنا باقيين نتجابدو علينا وعليك اخويا جمال، الله يخطيك. دونك كنظن اليوم ما عندناش ديك الوقت مدروك ولا شي حاجه. سيمو كدير خويا؟ بخير، صح لاباس. في البدايه غادي نبداو، تحيه الله يحفظك ليا اخويا انين. دونك بدايه نبدا منشير بعض النقاط اللي تميز بها هذا النهار. هذا الناس بزاف تصيدت في التقضيه، كاين اللي يبقى خدام وما سالاش بكري، كاين اللي يبقى ناس وما سالاش بكري، وملي مشاو باش يتقداو لقاو السوق سالا مع خمسة. كاين البلاغ ديال وزارة الداخلية كيهضر على حظر التجوال، يعني ما يبقى حتى شي واحد يخرج برا من وراء السبعة العشية. دونك الناس مشاو على اساس انه السبعة العشية تاع الحوانت وداكشي كلشي التجارة وهادي كلشي السبعة العشية، بينما السلطة المحلية محددة الخمسة العشية يسالي كلشي. دونك تصيدوا الناس، ولكن سانونبيش بنادم نيت يوجد راسو نوبه اخرى باش ما يبقاش حتى الخمسه هذه يمشي يتقدا ولا تلسته، يولي يخرج بكري يتقدا ويدخل في حالو. من بين هاد النقاط هذه، فهداك حضر التجوال اللي داروه من وراء السبعة العشيه فطبيعه الحال ما كانش غادي يكون غير بوحدو، دونك غيجيو غيحطو، ولكن كاينين استثناءات علينا وعليك السي هنيني. دونك هاد الاستثناءات هما دوك الوحدات الصناعية اللي بالليل اللي كيخدمو بالليل، وكذلك هادوك بعدا دارو معاهم باش أن رب العمل يعني رؤساء ديال هادوك الوحدات يديرو واحد الرخصة استثنائية ويديرو فيها بأنه هداك العامل ولا ديك العاملة راه غيخدمو بالليل. دونك هادي هي النقطة الأولى اللي اتفقوا معاهم عليها. كاينين الفرارن، فرارن دابا داروا معاهم تما واحد التوقيت اخر، ما بقاوش في التوقيت اللي كانوا فيه حيت كانوا كيخدموا حتى بالليل وكانوا هذا. اختي ليلي ماشي عتيرة حتى انا، حتى انا بقيت بلا خبز، خدامه بخبزي البارح. دونك هادوك المخابز تما عطاوهم هذاك هذا. بالنسبه للاطقم الطبيه اكتفوا فقط بالبطاقه المهنيه ديالهم، تبارك الله على السي يونس الحر. دونك البطاقه المهنيه، السلام خويا نصفان، ديال الاطقم الطبيه هي اللي باش غيبقاو يتحركوا بالليل الا كان غيلتحق بالسبيطار فين خدام ولا هذا. دونك غير البطاقه ما غيحتاجش هذيك الرخصه الاستثنائيه. اما بالنسبه للوحدات الصناعيه وهذا خصهم ضروري من واحد الرخصه، وكان هناك اجتماعات ديال السلطه مع رؤساء هاد الوحدات الصناعية وقالوا لهم باش يعطيهم واحد ترخيص آخر فيه السمية ديال المعمل ولا المصنع زائد فين كاين زائد الليل، يعني الوقت ديال الخدمة. وكاين ترونسبور اللي غادي يهزهم بطبيعة الحال لديورهم وداكشي، دونك ما غيبقاوش يتسارى وسط من المدينة. هذه بالنسبة لهاد النقطة هذه. دونك في الأول كانوا
عاطين 6 الصباح ل 6 العشيه، دروك المحلات التجاريه تسعود الصباح ل 5 العشيه، ايوا 6 لا بد من تشديد الحجر الصحي القصارى ساعتين او 3 ساعات في اليوم، فكونوا تتجول بين سي انين. بالنسبه لهذه النقطه ديال تشديد الحجر الصحي والتقصير ديال الوقت، ما يمكنش يكون في الاول ديال رمضان، مازال ملي يدخل رمضان شي شويه. اللي ملاحظ هي انه الناس بزاف خرجوا يتقداو بزاف بزاف بزاف، ما يمكنش كنتي تلقى شي بلاصه اللي ما فيهاش الزحام، وما كنتيش تلقى شي بلاصه اللي ما تمش فيها عدم احترام المسافه وداك الشيء. دونك جميع الاسواق وجميع المراكز التجاريه عرفت واحد الاكتظاظ، و كانوا بعض الملاحظات وبعض المؤاخذات اللي غادي نناقشوهم من دابا شويه. دونك بالنسبه للحاله الوبائيه، فاللي كانت جات البارح هي نتيجه ديال داك الطبيب ديال الامراض العقليه والنفسيه، وهذا جات النتيجه ديالو سلبيه. شي اخوان بقاو كياكدوا على ان الزوجه ديالو وطبيب هذا جات هي سلبيه. لحد الان انا كنقول لهم باقا ما جات النتيجه ديال الزوجه ديال الطبيب، بلا ما تبقاو كتكتبوا في مواقع الكترونيه وكتبوها. انا ما فهمتش منين خادوا هذه المعلومه، ولكن راه باقا ما جاتش النتيجه ديال ديك السيده، باقا النتيجه ديال سيدي علي ما جاتش، باقا النتيجه ديال طبيب الانعاش ما جاتش. السوق ديال السعاده، لا ما تبقاوش تحددوا السعاده، ولا كلشي اليوم كلشي كان عامر. دونك يلا الطبيب هو اللي جات النتيجه سلبيه، والشي الاخر باقي ما جاوش النتائج سلبيه. دونك المخابيس حددوا لهم يبداو مع 5 الصباح، وعوض كما كانوا كيبقاو خدامين حتى في الليل، دروك 5 الصباح غادي يبداو. علينا وعليكم رمضان كريم. دونك الملاحظه الاولى اللي غادي نهضروا عليها هي ارتفاع صاروخي في بعض المواد الغذائيه، ومن هنا كنتوجهوا للناس ديال السلطه واش كاين شي مراقبه ولا مخليناه هكاك مفدنا. لانه صندوق ديال المطيشه مثلا اللي مولف كيكون ب 100 درهم اليوم طلع ل 2600 درهم، 30 درهم تزادت في الصندوق، ما ساهلاش 30 درهم تزاد في الصندوق. لافوكا مولفه كتباع ب 25 درهم الكيلو، اليوم شراوها ب 47 درهم الكيلو، شحال غيبيعها؟ دونك كاين 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 هاد الامور هادي. دونك اللي بقاو ملاحظ دابا في مدينه جديده كاينين واحد لي بوان واخ اللي ممكن انه في حاله ما الا دخل هذاك لو فيروس غادي تولي عباره عن بؤر، هادي بؤر مستقبليه الا ما داروش اجراءات وتدابير لازمه. كيتعلق الامر ب سيدي موسى الكراراس وداكشي، بسوق لالا زهرة، و السعادة، دون الحديث عن الأسواق الممتازة. دونك هادو هما النقاط السوداء اللي خص العمالات الجديدة السلطة المحلية تلقى ليها شي حل في القريب العاجل، بلا ما نبقاو كل خطر نعاودو ندقو عليهم. نادو دارو كيراقبوا الناس اللي كيدخلوا مثلا المرجان، وشكون اللي مكلف بالمراقبه ديال الرخص؟ سيكوريتي، والسيكوريتي عنده الصفات الضبطيه كشرطه قضائيه باش يقرب هو هذوك الرخص الاستثنائيه. ان با سو دروا، وهنا كننبهوا لهاد النقطه هادي، باش اللي غيراقب هو البوليسي ماشي هو داك ديال لاجون سيكوريتي. سي منعم بحري، واحد القايد في الدار البيضاء خطف واحد الصندوق ديال التفاح لشي بائع فواكه، هذاك ما كانش صندوق ديال التفاح، فقط كان ترويج خاطئ، حيت هو هذاك القائد كان شويه مزير عليه محمل، كان كيتسناو ليه الضربه. هذاك صندوق ديال الحامض، فين مشى الصندوق؟ واش بصح نيت داوه ولات اي كارطا ولا هذيك الله اعلم، حيت ما نقدروش نهضروا فيها لا نتوما لا حنا، حتى واحد فينا ما كان حاضر، ما شفناش هذاك الصندوق فين مشى. دونك بنادم ما يتقلدش كما كنقول. الاثمنه طالعه بزاف طبيعه الحال، شي اخبار على السيد اللي داوه من ازمور الذي يقال انه قديم من اكادير، الشيء باش يجي من اكادير حتى لهنايا على رجلو، هذاك ما يستحيل تكون فيه كورونا.
يستحيل تكون فيه كورونا. انت باش غيكمل فينا وجهد باش غيكمل؟ هذا ملي وصل عندك هنا خليه بحال دوك جوج مواني بيكالات اللي وقفوا مع واحد القيد ولاو دخلوهم وباتوا حتى الغد عاد مشاو في حالهم. نفس القضيه بينا نعرفوا واش عندك فكره على الشخص اللي داو البارح مازال منهار. قلت لكم ما عنده لا كورونا لا والو الحمد لله. واحد الاجراء اللي دارتو بيم، احنا كنهضروا بالسميه ديال الشركات لاننا دابا ماشي في موقع الكتروني، احنا دابا خدامين في اللايف مواطن مع مواطنين، ماشي صحافي في موقع ديالو ولا هادي باش تحسب عليا انا راني كندير اشاره الشركات ولا هادي ابدا. دونك هادي الشركه ديال بيم، الاجراء اللي داروا بيم في رمضان هي ولوج 4 ديال الزبناء في دقه واحده، 4 زبناء في دقه واحده، ما كيخرجوش ما يدخلش اكثر من 4 زبناء. هذا اجراء زوين، 4 يدخلوا لبيم يتقداو ويخرجوا، يدخلوا 4 اخرين يخرجوا انسي دو سويت. سي انين كيقول لك كنا نمني النفس ان يخرج الينا طبيب العمل بتوضيح خاص عن الفريق الطبي المتعدد الاختصاصات وما هو دوره في هذه الظرفيه. ماشي متعدد الاختصاصات، المختص في الاوبئه بين قوسين، ولو ان هذوك الناس ما عرفناش واش مختصين في الاوبئه لانهم لا يمتون بصله لمصلحه الاوبئه التابعه لمندوبيه وزاره الصحه باقليم جديده. هذه افر كلوز، وكون كان بصح نيت بغاو يديروا بحال هاد الامور يديروها مع الوحدات الصناعيه الاخرى. وهادي المهم اللي عارفني علاش كنهضر، اما اللي ما عارفنيش علاش كنهضر غندوزو نحيدوها. بين في ملك الشيخ كلشي منظم، ماشي غير في ملك الشيخ، 10 تمساح رجلي كيدخلوا 10 حسب المساحه. اللي كاين هي 4 اليوم، كانوا 4 الا في ملك الشيخ. ملك الشيخ راه كبير هذاك بيم عندهم، تبارك الله راه نيت. دونك سالينا هنا من هذه. كاينه واحد الملاحظه، اخت نور منى قالت 10، انا شفتهم في سيدي بوزيد 4، دونك بمساعده فوالا. مراكش داروا واحد القضيه دابا ديال لي ستاسيون دي سونس، محطات البنزين، داروا واحد القضيه الا وهي ما يبقاوش كاع لي ستاسيون حالين غير اللي فيهم بيرمانونس. داروا تما البيرمانونس بحالهم بحال لي فارماسيان باش يحدوا شويه من التنقلات، بنادم ما يبقاش يترطب الطوموبيل. حيدوا هذا، ولات فارما هذاك ستاسيون وحده هي اللي كتحل. هادوك الناس مول بيكالا راك واحد من ناظور فوالا، حيت صعيب باش تضرب هذيك المسافه كامله، ما يمكنش تكون في كورونا وتضرب هذيك المسافه. سواق مفتزمون ما الى حد ما بالنسبه لمراقبه الرخص امام المرجان فعلا ملاحظه في محله، ولكن يوجد هناك قدم بجواري للتدخل في حاله المرجان. هي راه محداه وكان عليهم هما اللي غيدخلوا، ممنوع منعا كليا ان هذاك لاجون سيكوريتي يقلب لك رخصه اللي مسلمها لك السلطه. بحال اللي قلتي واحد سيكوريتي غيجي يقول لك راه البيرمي ديالك الله يخليك، نفس القضيه. ما هي راه غاده مزيان، خلي احنا ما حد اخرين ما بغاوش يديروا خدمتهم، هو يديرها في بلاصتهم. المشكل ان الناس ما وصلتهاش النوبه باش تدخل المراكز التجاريه، كتبقى متجمهره قدام الباب، يمشيو لدارهم. انت اش باغي قاعد تمشي تدخل؟ سير عند مول الحانوت، عطا الله فين تمشي تتقدى. جيتي لقيتي الدنيا عامره سير في حالك، تدوز لبلاصه اخرى مخفه. هذا هو المشكل دابا بالنسبه لكل شيء عليه الطلب. بطبيعه الحال غادي يكون اكتضاض وغادي يكون تجمهر وهادي. الله سيدي ما لقيتش البلاصه نزيد في حالي. الخبر صار هو اللي بصراحه انا خليت كل شيء تهضر عليه. ما البارح ما درتش الحاله الوبائيه باقليم جديده، خليت باقي الزملاء تما يدليو بالدل ديالهم، حتى كل واحد يجيب المعلومات ديالو. غير هي لاحظت واحد القضيه، كانوا شي وحدين كتبوا على بانه الطبيب وزوجتي وهذا بانهم تما جات نتيجه سلبيه. الوغ هنا كننبه الزملاء نقول لهم بانه النتيجه ديال الطبيب سلبيه والنتيجه ديال الزوجه باقا ما جاتش. نفس الامر بالنسبه للطبيب الانعاش، باقا ما جاتش النتيجه. بريكو مانيوم دايرين الصف واحد متر بين المنتظرين امام الباب، يخرج واحد يدخل واحد فوالا. هذا هو الاجراء اللي كان خاصو يدار من شحال هادي، كون دار في المغرب كامل من شحال هادي، شحال من حاله كنا غنتفاداوها. ولكن على من تعاود زابورك داود، قلنا البشرى اللي كاينه هي 4 ديال المصابين بفيروس كورونا تماثلوا الشفاء
دونك تشافوا الحمد لله. هاد الربعه هما الموظف الثالث ديال الميناء والموظفه وبنت الموظف الثاني وبنت الموظف الاول. دونك ماشي كلشي هاد الربعه. ومازال صيفطوا التحاليل ديال الاخرين يعاودوا يشوفوا تاني النتيجه كيفاش غادي تكون. الله يحفظك السي السعيدي. كالعاده لابد من نذكركم باش علاش الناس كتفضل تمشي الاسواق الممتازه، كتخلي البقال كيمشيو الاسواق الممتازه حيت كيلقى كلشي حداه تم، يعني كيلقى كاع دوك الحوانت اللي باغي يمشي لهم كيلقاهم عنده تما كاينه باش ما يبقاش ينق من هنا لهنا. كاين تجمهر امام المحلات اللي كيبيعوا الورقه ديال المريوات، كاين بزاف. بصح نيت هاد القضيه سي سعيد الله يحفظك خويا، كنتمنى كلشي يمشي على هاد الهضره اللي كتقول، ان شاء الله مدينتنا تبقى نقيه يا ربي تحفظ الجميع. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. بالنسبه لهاد النقطه هادي غنزيدو حداها واحد النقيطه اخرى. جميع التحاليل اللي دارت لهذوك لي غارديان ديال السجون، لا السجن المحلي الجديد سيدي موسى ولا كذلك السجن الفلاحي العادير، التحاليل اللي داروا لهذوك لي غارديان كلشي ما عندهم حتى شي حاجه. الوحدات الصناعيه اللي دارت لحد الان والنتائج اللي جات دابا ما عندهم حتى شي حاجه من حد الان. كاينه واحد الملحوظه هي ان المدير ديال المستشفى دكتور عثمان بعيد تعين في الحي المحمدي في مستشفى محمد الخامس هو في الحي المحمدي، تعين في بلاصتو الدكتور زبيدي. بلاتي اخويا سعيد نسالي نجاوبك، دونك الدكتور زبيدي تعين مدير بارانتيريم يعني بالنيابه. كاين دابا واحد اللبس قانوني اللي ما قدروش يفكوه، هي انه بالنسبه للدكتور بعيد ولا محسوب على السبيطار ديال الحي المحمدي، ان شاء الله نهار الاثنين غادي يمشي ليه. بالنسبه للدكتور زبيدي ما قدرش انه يتحمل المسؤوليه ولا يوقع ولا شي حاجه، لانه ما بقى ما وصلتوش حتى شي حاجه من رسميه من الوزاره. دونك والدكتور بعيد ملي كيهضر معاه كيقول لهم انا ما بقيتش انا محسوب على ليه. اذا درك كاين واحد الفراغ اللي كنتسائلوا كيفاش يديروا تيفكوا في هاد اليومين هادي، الله اعلم. المهم في انتظار انه يقولوا لنا اشنو اللي كاين. قلتي لهذاك الصندوق ديال التفاح، راني قلت هذاك صندوق ديال الحامض ماشي ديال التفاح، غير ما عندناش اخويا المعطيات ما نقدروا نديو تقليد حتى شي حد ونقولوها اللي وقع، حنا ما حاضرينش. كنشوفوا في كاميرا القيد الدفاع واحد جر، شكون داك الواحد فين جر فين دا، كيتحملوا مسؤوليتهم وعند ربهم يختصمون. بالنسبة للذين يشترون الخبز من المخابز كاحتياط لازم يتم تسخين الخبز في الدار. بطبيعة الحال اللي كيشري الخبز من المخبزة يسخنه في الدار تفاديا انه يكون شي واحد مصاب ولا شي حاجة. شحال باقي دابا من حلي من حيلي من حالات؟ كيفاش شحال باقي؟ راه كانوا تسعود، وحدة مشات للدار البيضاء باقا كيتعالج تما كاينه، كيتسناو في النتيجة الثانية، وبقاو ثمانية، خرجوا منهم ربعة، بقاو ربعة، دونك باقي الموظف الثاني، باقي ولدو، باقي ولد خت مرتو، هي ثلاثة، والزوجة ديالو هي أربعة، الزوجة ديالو مشات مع بنتو. دونك لا، دونك كاينين أربعة ديال الحالات اللي كيتسناو في جديدة، كنهضرو على إقليم جديدة. دونك أربعة ديال الحالات اللي باقيين كيتسناو الشفاء ديالهم تاهما، كنطلبو ليهم الله سبحانه وتعالى أنهم تاهما يتشافاو ويلتحقوا بهاد الركب ديال اللي تشافاو واللي مشاو دابا لواحد الفندق كيرتاحوا فيه واحد المدة، عادي يمشيو لديورهم عادي ديك الساعة ما كاين حتى شي مشكل. كانوا سولوني الإخوان على البارح
كانوا سوا شي وحدين على فين وصلت الهيكله، اعاده الهيكله ديال الدواوير الملحقه بالمجال الحضاري لمدينه الجديده منذ سنه 2009. قبل منها كانت 2006 دوار المسيره. المهم ليسونسيال 2009 هاد الدواوير هادي الهيكله كاين فيها لي افونسات وكاين فيها لي وقفات. لي افونسات عندك دوار الشهب، دوار الشهب سهله والصرف الصحي والماء صالح للشرب. عندك دوار ابراهيم نفس القضيه سهله والصرف الصحي سهله والماء صالح للشرب. عندك الرقيبات سهله والماء صالح للشرب وباقي ما بداوش الصرف الصحي. عندك دوار الغنادره والطاجين والمسيره توقفت فيهم الاشغال. علاش؟ لانه كانوا شي وحدين منعوهم باش يدوزوا فوق الارض ديالهم داكشي، دونك خاص تعاود لاراديج دابا طلب العروض على الشركه اللي غادا تشد هذاك لو مارشي باش تخدم تما كاينه. بالنسبه لدوار الغربه الاشغال متوقفه بسبب النزاع ديال باقي البلديه ما دارتش مسطره ديال النزع الملكيه. النزع الملكيه بالنسبه لفين غادي يدوز هذاك الامور. شي حاجه تكتبات. شكرا سيدي احمد. كريم غانم باقي ابن الموظف اللي تشافى اليوم. ايه راه قلت باقي ولده. لا الموظف اللي تشافى اليوم ما كنظنش ما ماشي ولده. اللهم امين. حتى القفه الرمضانيه ديال المؤسسه اختارت السلطه عندنا توزيعها ليلا. انا ما فهمتش هاد القضيه ليلا كيفاش كتم. دروك راه السلطه لقات راسها في واحد المازق لا يحسدون عليه. راه ملي كتجي كتلقى مثلا نعطيك غير مثال بسيط، واحد 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 الدواوير كيعطيو مثلا حنا نعطيو 3000 قفه مثال، هي كاين اللي كثر وكاين اللي قل. عطاو 3000 قفه، هو عنده في الساكنه ديالو عنده 6000 اسره اللي خصهم يستافدوا. لو دوغري ديال كيختلف ولكن خصهم يستافدوا. كي غادي يديروا الى زقل هذا غيبدا يهضر وغادي يولي كاع ديك العمليه ديالهم اصابع الاتهام متوجهه ليهم. دونك راه هذاك المبالغ اللي توضعت وحطوها الجماعات باش تشري القفه غير كافيه بتاتا. وهاد القفه لهلي يوريكم اش فيها اش غادا تقدر دير. كيقولوا لبنادم سير دخل سد عليك غادا تجيك القفه تاع عندك. كيعطيو قفه فيها السكر دقيق الزيت، كيعطيوها اتاي، كيعطيوها العدس، كيعطيو المهم تويشات بحال هكا. واش هاد السيد غيعيش بهادشي؟ خاصو بزاف د الحوايج، خاصو الخضرة، خاصو منين غيجيب هادشي؟ حيت هادو الناس اللي عطاهم القفة ما عطاهمش فلوس، إذا منين غيمشي يجيب هادشي وكتقول لي سي سد عليك دارك؟ ما غيتقدا خضرة، ما غيتقدا ديسير، ما غيتقدا حتى شي حاجة. دونك خاصنا إعادة النظر في هاد القضية، الجماعات يزيدو شي شوية، شهر فضيل عند الله سبحانه وتعالى، هادي دابا ديال جائحة كورونا، عطيو ديك القفة رمضان اللي كنتو موالفين كتعطيوها عاونوا بها حتى هي. المهم الحاله ديال الدار البيضاء باقا مستقره، كنعاودها مستقره بخير وعلى خير، يتماثل الشفاء وغادي تعلن هو على الشفاء ديالو في اقرب وقت. الافارقه مشاو ماشي غير حدا المركزيه، هادوك راه مازال كيبيعوا ويشريوا. ارنا دوك الاخرين اللي واقفين حدا لي فيروج، حدا ابراهيم الخليل، حدا المحكمه، حدا الشاريج، راه كاينين بلايص اللي ولاو فيهم نقاط ديالهم هادوك. حتى القفة الرمضانية ديال اختارت راه ديال محمد الخامس للتضامن اختارت السلطة توزيعها ليلا. دابا السلطة ملي كتوزع ليلا ما عندهاش ديك الجرأة ولا ديك الهيبة باش انها تجي توزع بالنهار وتا حد ما يبرزطها. قالها في تصريح ميلو، قالو التصريح ديالو بطبيعة الله. دونك هنا هادو الحالات اللي قلنا اللي دازو قلنا مراكش داروا عمليه ديال بيرمانونس ديال لي ستاسيون ديسونس. علاش هنا ما يديروهاش؟ يديروا تما بيرمانونس بحالهم بحال لي فارماسي.
البارح وقع واحد المشكل مع ديك الشتا اللي كانت صبت في دوار الغربة. المهم سمعناها حنا بالليل، اليوم في الصباح مشينا سولنا، قال لك اودي حنا عندنا داك البناء عشوائي، دوك القنوات اللي عندنا ما عندناش، ديك الواد الحار كيمشي مع القنوات، دايرين واحد لي فوس سيبتيك، يعني واحد الفريق كيتجمع فيهم داك الواد الحار ديالهم كيتجمع في هذوك لي فوس سيبتيك، هذوك عمرو وفاض عليهم داكشي. دونك هذا هو الاشكال كيبقى في هذوك السكن العشوائي، وخاص تخرج دغيا تفعل هذيك القضيه ديال، خاصها تفعل هذيك القضيه ديال اعاده الهيكله دغيا، باش ان الناس ما يبقاوش مساكن في هذه المعاناه. نقطه اخرى تاني هي سوق الجمله. قبل من سوق الجملة نشوفوا بعدا واحد التعليق. مساء الخير، هل يمكن تصوير المواطنين رغم مخالفة من الحجر الصحي من طرف أي كان صحفة؟ ممنوع تصور شي واحد بدون الإذن ديالو. هما كيهضروا تما كاين اللي كيقول لك لا حكا راه مكان عمومي، مكان عمومي لا، أنا راني عندي مشكل ما خصش شي واحد يصورني، درت المخالفة نخلص المخالفة، ولكن باش واحد آخر يجي يبغي يدير البوز على ظهري أنا لا، عندهم الحق. نتائج تحاليل كلها سلبيه، ما تزادت حتى شي حاله الحمد لله. دابا نقصوا اربعه الحالات من السبيطار، باقي اربعه هنا وباقي واحد في الدار البيضاء. صحك رمضان مبارك على الجميع، الله يرفعنا، اللهم امين السي ايوب، وتحياتي ليك اخويا، توحشناك اخويا ايوب. نرجعوا دونك، كنا المارشي الجمله كاين فيه بزاف النقاط، كنتمنوا من السلطه تاخذ منهم واخا شي شويه، غادي نتفاداو بزاف المشاكل مستقبلا. اولا حنا كنعرفوا الاداره دابا ديال المارشي فيها تقريبا شي 16 عامل، 16 واحد خدامه في هذاك المارشي الجمله، ملي تتبغيهم ما كتلقاهمش غياب، هذه وحده. النهار الاول في رمضان كان اكتظاظ كالعاده، والسلطه حضروا تما كاينه ثاني باش رجعوا النظام كما كان. هنا عندنا ملاحظه، هنا شنو هي؟ كيكونوا شاحنات كيجيبوا الدسير ولا خضره ولا هذا، كيجيو للمارشي الجمله من الدار البيضاء، دونك اش كاين في هذاك الكاميو من برا، اش هازين هذوك الناس معاهم هما في ذاتهم، واش كاين شي فيروس ولا لا، كيجيو كيتخالطوا مع الخطاره ديال الجديده، دوك اللي كيمشيو يشريو بالجمله، مشاكل. هنا بغينا نعرفوا واش ضروري تجينا الخضره من الدار البيضاء، وهنا كاينين المناطق هنا عندهم الخضره، وحتى الا كانت غتجي هذيك الخضره اشنو هو اللي غيضمن بانه هذوك الناس ما عندهمش مصابين بفيروس كورونا ولا كيفاش غتعرف؟ ما كيكونش تقييم ديال الشاحنه من الدار البيضاء حتى لهنا، باش ما جاي باش ما يعطيك. هادوك الناس اللي وسط منها ما داير ديزاناليز ما والو، ها هو خدام كيجي كيحط السلعه ديالو كيبدا يجبد هالصنادق على المسائل، تا هو القاعه دلاله ما فهمناش حنا داكشي. خاص اعاده النظر فيما يخص الشاحنات اللي كتجي من الدار البيضاء جايبه السلعه، ماشي غير الخضره، جميع الشاحنات، حيت هادو هما الخطر اللي باقي كيتربص بالمدينه ديال جديده واقليم جديده، هما هادو اللي كيجيو من الدار البيضاء، اللي جايب سلعه، اللي جايب خضره، اللي جايب اي حاجه جايه من الدار البيضاء، الله يسترنا وصافي. كاينين جمعيات توزع قفة بالليل، خاص السلطة تجتمع معهم ويديروا قفة وحدة. هو في الأصل، في الأصل السلطة دابا هي اللي خصها تشد توزيع ديال القفاف، و إلا كانوا شي جمعيات بغاو تاهما يعاونوا هذا خاص ترخيص من عند السلطة، ولا يعطيو للسلطة هي تكلف، لأنها ديجا بادي العملية، عارفة شكون اللي واخد، عارفة شكون اللي باقي ما واخدش. اذا ما يمكنش هذا يعطيه ويعاود يجي الاخر يعطيه واحد اخر حداهم باقي ما عطى لا هذا لا ذاك، تما غيحس بالدنيا وغيحس بالحقره وغيحس ما عرفت شنو.
دونك كما قلنا هذه النقطه. بالنسبه للكمامات مبقيناش نهضروا عليهم لانه صافي ولات متوفره في الفارماسيا. نزيدكم الواعره شنو هي، هي ان دابا قال لك المواطنين ما بقاوش باغي الكمامه ديال 80 سنتيم، ولاو كياخذوا الكمامه ديال 2 دراهم و50، لانها كيقول لك احسن لينا. وغادي هذيك ديال 80 سنتيم لقيناهم كاين اللي مقلوب فيهم داك الاستيك اللي كيدار مقلوب لبرا دايرينو لداخل ولداخل دايرينو برا، في الباكيات اللي تحلو قدامنا كلهم فيهم هاد القضية ديال المقلوبين. والمواطن ما غاديش ينوض يقلب واش مقلوب ولا ما مقلوبش، حيت ما غيعرفش الفاس من الداخل. دونك ميساج نبغيو الناس ديال الصيدليه يصيفطوها كملاحظه في الجروب ديالهم ديال الصيادله، يقولوا بانه كنطلبوا من الموزعين باش انهم يردوا البال هاد القضيه ديال برا من الداخل. ساكنات سيدي حمو بدوله سيدي علي بن حمدوش تعاني يوميا انقطاع الكهرباء، ماشي غير تما خويا تقطع الكهرباء حتى في مدينه جديده. ثامنة مساء، رغم توفر هذا التجمع السكني على عضوين يمثلان بالمجلس أحدهما في الأغلب المسير والآخر المغاردة رغم احتجاج الساكنين هذا الأمر. أولا خويا جمال بالنسبة لهذوك العضوين أش من تأثير عندهم على المكتب الوطني ولا على لاراديش؟ ما عندهم حتى تأثير لا على المكتب الوطني لا على لاراديش. دونك تا هما غيديروا ريكلاماسيون كيما درتوها نتوما. القضية ديال انقطاع الكهرباء راه في الدولة اللي عندنا حنا كيقطعوا وقت اللي عجبهم والدنيا عندهم هانية، ما كاينش شي واحد كيدعيهم ولا هادي، ما عرفتش خصهم يعلموا خصهم بزاف د الحوايج قليل فين خصها تجي ديك القضية ديال أنا امبروفيست يعني ما 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 على بغتة. جديدة تاهي كانت تقطع فيها مؤخرا شي 15 دقيقة يعني بزاف، وعاد زيد في جيت شعيبات زيت ولاد رحمون كاين انقطاعات في ولاد عيسى كاينين انقطاع ديال الكهرباء خاص الناس. بالنسبه للصرف الصحي في الغربه كما قلتي مشكل عشوائي، اما في سيدي بوزيد الناس كتخلص ضرائب وكتخلص صرف صحي مع الماء ومازال عندهم مشكل ديال الصرف الصحي. تزيد سبيل الواحد سبيل جوج تزيد الخير والتضامن. واش فراسك الفيلات الكبار ديال سيدي بوزيد كان ما عندهمش حتى هما الصرف الصحي، كانوا خدامين حتى هما بلي فوس؟ راي الله مؤخرا في هذه الولايه ديال هذا المجلس الحالي عاد دوزو تما الواد الحار. اما بالنسبه لهذوك تجزئه سبيل واحد وتجزئه سبيل جوج وتجزئه الخير والتضامن ربما غيكون شي مشكل شي حاجه، واش من الشركه ولا من لاراديش؟ هادو غادي نسولو عليهم ان شاء الله. سبيل واحد وجوج والخير تضامن ان شاء الله نسولو نعرفو شنو اللي كاين. شاحنات ديال بيم كيطهروا المواد والشاحنات. بالنسبه للبيم الشاحنات ما كيجيو حتى ما كيخرجوا من المركز ديالهم حتى كيديروا لهم عمليه التطهير بطرق علميه واعره، بحالهم بحال الحافلات ديال لو سي بي بحال شي شركات كبار حتى هما كيطهروا المسائل ديالهم. السلع في ديبوات كتدخل بالتطهير وكتخرج بالتطهير. اصلا هما كانوا قالوا الشاحنات غيدوزو من عند الفلاح ملحنوت، علاش ما طبقوهاش ويتسد هذا المارشي كاع؟ سؤال من عند السي الحسن للسلطه مباشره، علاش باقي هذا المارشي محلول؟ هو اصلا عنده مشاكل وخصو يحيد من تما كاينه، خصهم يلقاو ليهم شي حل. شنو باقي ما بغاوش يلقاو ليهم شي حل؟ واش كطهر السلعه القديمه من الدار البيضاء؟ بيم لا كطهر لي ديبو ديالهم شفناهم ديك النهار كيفاش كيديروا التطهير ديال جميع السلع اللي كتدخل وتخرج. كاينه الدار اللي عطاوها 4 مرات وشي وحدين ولا مره، يلاه قلناها يلاه دابا اختي منال قلناها خاص يوحدوا الصفوف بيناتهم وفي المعطى يعرفوا كيفاش كيديروا. وكما قلناها البارح ونعاودوا نقولوها ثاني اليوم،
راه اللي داير هاد الشيء من يعني بغى يدي حق هذا يعطيه لهذا، راه بطبيعة الحال عند الله سبحانه وتعالى راه ما عنده ما يقول. الحالة الوبائية بالجديدة مستقرة، زادوا دابا 4 حالات شفاء، 5 باقين خاضعين للعلاج، 4 في جديدة وواحد في الدار البيضاء، وجوج حالات وفاة الله يرحمهم. جميع التحليلات اللي داروا على الوحدات الصناعية والتجارية وكذلك المؤسسات السجنية جات سلبية. باقي مازال كاينين تحاليل أخرى كيتسناو تاني النتائج ديالها. استحكار انقطاع يوميا، يعني كل يوم على المجلس استدعاء ممثل لونه لحضور الدورة ومناقشة المشكل، وكما نعرف الإدارة تستمع للإدارة أكثر من تسمع. دابا حيت ما كاينش دورات، دابا ممكن أنهم يكتبوا لهم مراسلة وينبهوهم لهاد النقطة هذه. إلا ما كانش يصيفطوا الإدارة المركزية عند المدير العام ديالهم ويقول لي عندنا مشكل في البلاصة الفلانية. بالفعل هذا أمر ديال الناس ديال الجماعة اللي خصهم يتحملوا فيه مسؤوليتهم. أحبك في الله، وأنا أيضا السي الحميدي، والله القسم لا أحبكم في الله. زيزاني أنا بغيت نسولك كيف جماعة سيدي إسماعيل مازال ما استافدوش من الرميد، منهم الوالدة ديالي في البادية. خويا بالنسبة لهاد قضية الرميد، والله القسم إلا سولت غير اليوم قالك ودي حنا رحنا بالنسبة للرميد راه ماشي من عندنا حنا، كيدار بار سيستيم ودارو زونينغ يعني حسب المناطق، حيت بغاو يديبلاسي واحد الفيكول واحد الآل واحد مركبة اللي غادا تمشي باش يعطيو لعباد الله الفلوس في عندهم، ما يبقاوش يدخلوا للمدينة. والله أعلم، أنا غادي نحاول ما أمكن غنعاود نسول بالنسبة لسيدي إسماعيل، كاينين شي بلايص أخرين تاني عندي هنا نسولو تاني نشوفو شنو اللي كاين. السلام، واش الناس ديال الجلبة خدامين في ولاد حسين؟ أنا اللي كنت شفت في مولاي عبد الله هاد الأسبوع هذا واحد التجمهور ديال عباد الله كيتسناو في الجلبة، أما هي قانونيا ومنطقيا وحسب وزارة الصحة جميع المستوصفات الصحية اللي كدير الجلبة غادا دير الجلبة خلال هاد الفترة هادي. السلام ورحمة الله أخت كاميليا، هل هناك مشكل كبير جدا؟ اسمحني أن أطرحها له، لو يكون موضوع إحدى الدردشات الرمضانية ويتعلق بمركبة الوزن الثقيل، الشاحنات وشاحنات الجرارة، الرموكات والكميوات والحافلات والكيران التي تجوب المدينة طولا وعرضا، ومنها من جعلت من العديد من التجزئات مواقف ليلية، والكل يعلم مدى الأضرار التي تلحق هذه المركبات على مستوى البنية التحتية، وكذا بالنسبة لأمن وسلامة الساكنة وزوارها مع خالص حياتها. هذه الملاحظة في محلها السئانين، حيت ملي كنجيو كنشوفو كنلقاو الكيران كيجيبو البيرسونيل من جرف ولا من الوحدات الصناعية وكيدخلو بهم وسط المدينة، مع العلم أن الطريق ديال المدينة وسط المدينة مصوبة على أساس يدوزو فوق منها الطونوبيلات وطوبيس ولا ماشي داك البوالور وداكشي. ألور هادوك ملي كيدوزو أفورس ديال كيدوزو كيهلكو كيضربو الطريق. بطبيعة الحال هنا الجماعة هي المتضررة، هي اللي كان عليها الدخل، وتفراد على هاد الشركات يديروا دي مينيبوس في الدخلة ديال المدينة، يولي يجي الكار يحط ما يدخلش للمدينة الكار، ما عرفناش علاش الكار، وكيمشي كيستاسيوني في شي تجزئات بحال في حي المطار بحال في شي القصر الحمار بحال كيستاسيوني تم داروا مواقف ديالهم تما كاين جيت المون تما جيت ساحة أحفير، يعني ما يمكنش. فينك وفين هذاك الدكتور شحال هادي؟ ما عنده والو هذاك الدكتور، ما كاين حتى واحد ما عنده شي حاجه. دابا حنا قلنا حتى واحد ما عنده شي حاجه ايجابيه، حتى واحد اللي عندهم ايجابيه راهم كيداوهو. كانوا 8 في جديده وواحد داو للدار البيضاء هي تسعود، 4 صحوا راهم خرجوا داوهم لوطيل بين ما يتعافاو شي شويه وقفوا ياكلوا مزيان ويصحوا عادي يمشيو في حالهم، وربعه اخرين راه باقيين كيتشافوا تما راه كيتجاوبوا تما مع الدواء، راه ربما يتعنن على الشفاء ديالهم التام في هاد اليومين هادي ولا خلال هاد الاسبوع هذا الجاي. بالنسبه للحالات اللي كنا قلنا ديال الوحدات الصناعيه اللي مشاو دخلوا لي مع اوازار كيجي اجينتا كياخذوا حالات هكاك اعتباطيا طن 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 كيديروا لهم تحليلات وبعد حتى هما جاوا هذا المرجان وهذا
وحده تجاريه تا ما خاضوا شي وحدين اخرين، داروا لهم تا هما التحليلات خرجوا الحمد لله سلبيه. اذا نقدروا نقولوا الوضعيه لحد الان بخير وعلى خير، وما غتبقاش بخير وعلى خير الا بقاو كيدخلوا بحال هاد الكميوات من الدار البيضاء كيجيبوا السلعه، ولا الناس اللي جايين باش يدوزوا رمضان هنايا بالسلعه. وعلى ذكر الناس، لا بد ما نهضر ونطلب من الشؤون الداخليه، تبلغ الشؤون الداخليه ديال تيزنيت بانه راه واحد ثلاثه الناس مشاو في السياحه، يعني تنقلوا ما بين المدن لغرض سياحي، وعندي الورقه اللي التدوينه اللي دارتها الزوجه ديال هذا واحد المغربي امريكيه هي، وهضرات على المغاربه بواحد الطريقه خايبه، وهضرات على المسؤولين بواحد الطريقه خايبه، وكتقول بانه الجديده نيوز اتهمتهم بان فيهم فيروس كورونا، مع العلم اننا في الجديده نيوز قلنا اش ضمن هذوك الناس بان هذوك الثلاثه ما فيهمش لو فيروس كورونا، واش دارت لهم شي تحاليل ولا شي حاجه؟ يعني هذه فيها تساؤل، ما كاينش اتهام مباشر. الاتهام المباشر هو هذا اللي غادي نقول، التنقل بين المدن قالوه في وزاره الداخليه، قال لك الا للضروره القصوى. هاد الناس قال لك مشاو سياحه، قال لك باغي البحر وباغين، ومع ذلك خاضوا ترخيص. واش هذاك الترخيص هو الضروره القصوى؟ اذا السلطه ديال الساحل بدائرة تيزنيت خاصها تتحمل مسؤوليتها، لأن هذوك الناس هما كاتبينها، كيقول لك مشاو من أجل السياحة، إلا ما كانت السياحة يقولوا لنا علاش مشاو، ودروك اليوم راهم كانوا في البحر تيتجمو بخير وعلى خير مع روسهم. إذا هذه النقطة هذه. بالنسبة للناس ديال هنا ديال الجديدة ديال سيدي بوزيد، حسب اللي سمعنا قال لك راهم الناس حشموا وجلسوا في ديورهم، راه ما كيخرجوش وما كيخالطوا حد. حنا كنطلبوا غير الناس اللي دخلوا عما يخالطوا تحت، واللي بغى يخرج ما يخرجش، يصيفط شي حد هو اللي يتقدى ليه. لانك ملي كتجيب معاك المرض الله يحفظ، راك جاي بحال شي قلب ولا غادا تفرقع، راه بحالك بحال دوك الارهابيين اللي كانوا كيديروا الحزام الناسف، بحالك بحالهم، كتجيب المرض كتلصقوا في عباد الله بحال تفرقعتي عليهم. اذا كنطلبوا من الناس بانهم هذه النقطه ديال الانتقال ما بين المدن يكون شي ظروف نيت، بصح نيت، بحال مثلا اللي غادي من الدار البيضاء للمسجد الدار البيضاء عنده شيميو مسكين، عنده كونسير ولا شي حاجه، الله يشافي المرضى ديالنا كاملين. ولكن باش واحد يجي من الدار البيضاء غادي ولا من تماره غادي طالع حتى لتيزنيت باش يستجم قال لك في البحر، عيب وعار انه الناس يرخصوا بحال هاد الحالات هادو ومخلينهم غاديين مشكلين خطوره على دوك الناس تما، وكاينين اجانب عندهم امراض مزمنه. الى الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ شي واحد فيهم كان مصاب، راه نشوفوا اش كيتسنى دوك الناس، عيب وعار بحال هاد الامور هادي. كاينه واحد النقطه اخرى ثانيه اللي خصنا نهضروا عليها ضروري، كتلقى واحد شاد لا روتريت وكيشد 1000 درهم، شاد لانتريت كيشد 1000 درهم 20000 ريال مسكين، هذاك ما غيستافد من حتى صندوق. إذا عنده 20000 ريال في الشهر، مولف كيمشي كيشري قزيبرات، كيشري نعناع، كيشري شي لعيبه، كيبيع ويشري في المرصا إلى آخره، كيعاون باش يكمل يضمق ولادو يكمل لهم قرايتهم، ولا ويعيش هو ومرتو ولا شي ولاد صغار إلى عنده ولا هادي. واش فكرتوا في هذاك ملي قلتوا لي سد عليك دارك باش غيكمل دابا هذاك الشهر ديالو؟ منين غيجيو مسكين هذاك الفلوس؟ باش غادي يكون؟ هذوك الأراميل اللي كيتخلصوا على الأزواج ديالهم كتعطيهم 800 ريال مثلا، كاين اللي كيشد 500 ريال واحد المرأة، 500 ريال، أرملة ديال الإمام ديال الجامع كانت كتشد 50 درهم، واش شوية لاباس نتوما، شوية لاباس أنكم باقيين كتعطيو هاد الفلوس وزارة الأوقاف زعما خصها الإسلام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إسلام زعما، وكتعطيو هاديك 40 درهم 50 درهم 60 درهم الأرملة ديال إمامة عباد الله، واش متيقنين من روسكم انكم في كامل قواكم العقليه؟ ها العار الى ما راجعوا هذوك الاثمنه، راه عيب عليكم تبقاو تعطيو بحال هاد الامور، عيب عليكم، اعطيو واحد السالير محترم. لا مات راجلها مسكينه هي تقدر تقوم بهذاك المهمه اللي كان كيقوم بها الراجل، تكبر الاولاد والكرا وداك الشيء تبقى لاقيه باش تكون، ماشي لا مات راجل تعطيه 500 درهم كتقول هاد 500 عطينا لك تقجي راسك ولا اش ديري؟ حشومة عليكم والله القسم الا حشومة عليكم بالله. المهم بالنسبه للناس حاولوا الله يخليكم الله يجازيكم، اللي خرج فيكم يتقدى التاويل
ما تبقاو جايين ديك الجهالة ومضاربين بينات بنادم يعني حشومة. ملي ذكرتي المايسترو الأيقونة خويا جمال كيتعلق الأمر بالسيريدا الرياحي، تحياتي سيريدا الرياحي ومرحبا بك معنا في اللايف، وتحنا راه متبعين الرياضة ديالك، راك تبارك الله عليك نشيط، الله يخليك ديما نشيط. وبالنسبة لكاين شي حالات أخرى عاوتاني، دوك صحاب الأمراض المزمنة منين غادي نمساك انت وما يجيبوا داك الدواء؟ والاغلبيه ما كنلقاوش في المستوصفات، ماشي كاع المستوصفات، وانما كاين المستوصفات اللي ما فيهمش الدواء ديال الامراض المزمنه. اذا هذاك مسكين باش غادي يداوي راسو؟ باش غادي كي غادي يدير؟ ارامي في الجديده يعني امراض مزمنه، ولا دخل لهن ولا تقاعد لهن. والمشكل انهم كيقولوا لهم ان الدولة كتكفل بهم فيما يخص هذه الادويه ديال الامراض المزمنه، وكيكون عنده خلا حساب في واحد ديسبونسير كيمشي كياخذ لا دوطاسيون ديالو ديال الدواء ديال الشهر. ملي كيمشي كيقول له دي ما جاش ما كاينش، راه مشكل اخي على السؤال فيما يخص الزباله. حميد قصاب كيقدروا يهربوا لي خويا لي ميساج من الفوق. حميد قصاب كرهتك تعاود تكتب لي داك السؤال. دونك باش ما نبقاش نقلبوا، الا كان الامر كيتعلق بالزباله يعني مطرح النفايات، فالبارحة نطرقنا ليه لأنه مدينة الجديدة بالليل وليتي كتشم الريحة ديال هذاك المطرح واصلة الجديدة، مع العلم أنهم محددين لها في دفتر التحملات واحد الكيلومتراج افول دوازو اللي مخصوش يفوت تيوصل الجديدة. دونك هنا مسألة مفروغ منها، اذا خاص الناس ديال الجامعه ديال مولاي عبد الله يشوفوا هذوك الناس، اللجنه ديال التتبع الى اخره، واش باقي كيترعطي واش ما بقيش غير هي. راه لابد من الاشاره بان راه الشركات ما كيخ... الجامعات ما كيخلصوش هاد الشركات، شركه نظافه كيتسال وشركه ديال مطرح نفايات كيتسال، راه هاد الناس خصهم يجمعوا قلوعهم ويزيدوا فحالهم ويخليو لك الدنيا بحال كملونه، راه الجماعات ما ملتزمينش. بالنسبه للرميد كنشوفوا عباد الله المواطنين كيهضروا على رميد وما عطاوناش ما عطاوناش، واش عارفين بانه ديك راميد بان راه الجماعه كتخلص عليك واحد النصيب، بان من نهار بدات عمليه راميد بقى حتى شي جماعه في اقليم جديده ما خلصت داك الواجب اللي عليها تجاه الساكنه ديالها اللي مستافده من راميد. راه كاينين شي حوايج، راه هاد كورونا راه ورات شي حوايج ما عرفتش واش ما باغينش يتقادو واش ما كيشوفوش المستقبل. غنرجع للمول الزباله، الا كنتي كتقصد بالزباله يعني داك العامل ديال النظافه اللي كيسميو دول اخرى مهندس النظافه، هذاك راه المنظف، منظف الازبال ديالنا حنا، حنا هما الزباله، حنا اللي كنلوحو الزبل، هو كيمشي مسكين كينظف هذاك الزبانه غراتنا. هادشي اللي قلنا هنايا يعني الريحه ديال هذيك الزباله. كاينه حاجه اخرى، الروائح الكريهه بشوارع محمد السادس ومحمد الخامس كاين الريحه لا تطاق، رجعت الريحه الاولى. الشركه اللي كانت شدت له مارشي كانت قالت لهم يديروا فيه غلمه، هذوك القويدسات اللي تم يديروا فيهم غلمه باش ما يبقاش تخرج الريحه. واش الماء ما بقاش هاش تصبت البارح، حنا نشوفوا واش كاينه الريحه واش غتبقى ولا لا. لاكوت ملي كتم غادي على لاكوت لا غوت كوتيغ ديال الشاطئ الصخري يعني داك شارع القدس، ريحة واعرة سيرتو من القصر الأحمر ولهيه، ريحة خايبة بزاف كاع، معرفناش حنا مناش. إلا كانوا دارو ديك المحطة ديال المعالجة، المعالجة هي محطة التصفية ديال كيصفيو غا الواد الحار من لي بارتيكيل الكبار وكيلوحوه في البحر، هذا هو اللي كيدير. واش غيعالج؟ ما عندو ما يعالج، ما جايب واحد لو ديبي كي غدير تتعالجو، واخا معطاش يكون فيه ما عندكش باش تعالجو.
دونك كيصفيوه من البلاستيك، من لي بارتيكول اللي كيكونوا كبار، كبر من 6 مليمتر، كيتعيدوا وكيخرج غير الماء بوحدو، يعني بداكشي اللي فيه. لا راني هضرت على المطرح، خاص جامعة مولاي عبد الله يمشيو ليه، لأنه جا في التراب ديال جامعة مولاي عبد الله وجميع الجامعات اللي كاينين في الإقليم اللي معقدة معاهم وما عندهاش مطارح عشوائية، كيمشيو كيخويو عندهم تما كاينه. دونك خصهم يراقبوا هادشي، ما يخليوش بهذا التسيب بحال هكا، ولكن في المقابل خص الجامعات يخلصوا هذيك الشركه، لحقاش هما ما كيخلصوهاش. بطبيعه الحال كدير اللي بغات، حتى حد ما يقدر يكونتروليها، واللي بغى يكونتروليها غتقول لي عطيني فلوسي بعدا. دونك هما مراخين القرويخ لا مولاها، والشركه حتى هي دايره اللي بغات، وحتى شي حد ما كيراقب، وغادا هي هذيك. تبارك الله الحاج محمد فيلاج ونزل أزمور. مبارك رمضان مبارك سعيد خويا. اذا بالنسبه حنا نهضروا على كورونا، دابا بالنسبه للكورونا، الا كان الامر مستقر عندنا، راه ما بغيناش تنصدموا واحد النهار، ما بغيناش نتصدموا واحد النهار. باقي عندنا واحد البؤر مستقبليه لما كانش دابا تدخل ديال السلطه، وهما اللي قلنا قبيله لاله زهراء السعاده وسيدي موسى والاسواق الممتازه، دونك هادو كلهم راه فيهم اشكال. راه الا ما نادوش زيروا الامور، راه ما غاديش نفلتو خلا مولاها. اذا نطلبوا من هاد الناس باش انهم السلطه تخرج دير هاد الاجر هذا، تزير هاد الاماكن هادي. وبالمناسبه غنهضر على لاله زهراء اليوم. لاله زهراء كالعاده، ماشي كالعاده، هاد العام ناقص بنادم على كيف موالف، كيجيو وحدين، كيجيو الشفارة، كيجيو دوك اللي ما عندهم ما يدار، كيجيو جوج ثلاثة من دار وحدة. دونك لا دابا ناقصة شي شوية، مي كان بنادم بزاف، هاد بنادم بزاف ما عندوش منين غيتقدا إلا حيوانات وحدة، وخصهم يتجمعو وحدهم. كاينين شي أصحاب محلات تجارية، شي وحدين كان كيقلي الحوت مثلا ولا كيشوي الحوت، دروك في الظرفية هادي سد، ما بقاش كيشوي الحوت ولا كيخلي الحوت. بغى يغير النشاط، يدير الديسير ولا بغى يدير الخضره. وكنلاحظوا بانه قائد الملحقه الاداريه الخامسه منع شي وحدين باش انهم يغيروا هذا النشاط بهذه الطريقه هذه، قال لي سير تبقى ساد. مع العلم انه الا حلوا بحال هاد الحوانت تا هما غيخفوا العبء، وغيمنعوا دوك ماني الكرارس ودوك اللي كيخرجوا على برا، اذا غيتخفف العبء. وما خلاش يحل، وانفاس مع هذاك السيد واحد مغير نشاط وحاط حتى هو الخضره. اذا علاش هذاك ايه وهذا لا؟ راه بحال هذا السلوك هذه اللي كتوضع عون السلطه ولا رجل السلطه امام المدفع ديال التاويلات. كاين اللي غيقول لك الرشوه، كاين اللي غيقول لك راه تواطؤ، كاين اللي غيقول لك تدخل ليه فلان. اذا علاش كتخليو هاد الامور معاك؟ اما منع كل شيء، خلي المطرقه دايزه على كلشي، واما بحال دابا في هاد الظرفيه هادي رمضان راه معروفه بانه الناس بزاف كتخدم في هاد رمضان، حنا كنحتاجو سلعه، كنحتاجو خضره، كنحتاجو ديسير، ما يمكنش غنبقاو كل خطره غاديين وداكشي. بنادم يلقى الحوانت بزاف باش ما يكونش داك الاكتظاظ، ما عاونوا حتى نتوما السلطه، كملوا شي شويه. العفو سي صاب سي مرشد، خاص تسحل الناس كيجيو في سيدي يحيى، راه كاين اكتظاظ فظيع والممرضات كيعانيو بزاف، خطر على الجميع. هي اصلا كنعرفوا بان المستشفيات، المندوبيه ديال الصحه راهم متعاقدين مع دي زاجون سيكوريتي، يجيبوا دي زاجون سيكوريتي يصوبوا واحد البارير منين يدخل بنادم، يطراسيو فين يوقف بنادم ويحترم هذاك القانون. الا بغاو يخدموا، الا ما كانش بحال هكا راه هذوك الممرضات راه غادي يبقاو كيتشكاو، راه سي نورمال، راه هما غيوليو يخافوا على راسهم. يعني ما يمكنش انك غادي تبقى داير هذه النقطه هذه، مخلي على اللي جاي ينوض صداع ويتزاحم مع هذا وباغي يدوز هو الاول وما عرفتش شنو اللي باغي يدير. راه وما يقال على مستوصف ديال سيدي يحيى يقال على جميع باقي المستوصفات. يعني خاص ضروري لو سيركوي ديال لونطري يكون بوحدو وديال السورتي بوحدو، يعني بنادم غيدخل من واحد الجهه ويخرج من جهه اخرى،
وباش ما يكونش الاكتضاب يديروا المسافة ما بين واحد وواحد، يزيد هذاك عادي يزيد الاخر عادي يزيد. شنو الفرق ما بيننا وما بين الناس متحضرين سيفيليزي؟ والو، ما كاين حتى شي فرق. شنو اللي خاصنا؟ غير العزيمة انني نقول باغي نقي راسي وباغي نولي حتى انا متحضر وباغي حتى انا نعاون وادي، وهاد الناس دايرين الصف ندير معاهم حتى انا الصف. مية العديمة في الهواء الطلق اللي كانت موضوع درجات اليوم، راه في المارزة تيسقيو لنا الفلاحة ديالهم الروائح لعلك ترضى. مشكلة هذيك، مشكلة هذيك القضية ديال هذوك اللي كيسقيو الفلاحة بالواد الحار، راه كانوا لقاو شي وحدين في كادير وكانوا منعوهم وبغاو يديروا بحال شي دول، شي دول أخرى راه كيتريطيوه كيديروا التصفية ديالو تريطمون ديالو عاد كيسقيو به، ماشي من الطواليت للسقي. سيكسوس كيقول لك خويا سألتك على وزين اسفي ما جاوبتينيش. خويا كسوس نكذب ما قدرتش نكذب عليك، باقي ما عرفتش اخويا اشنو اللي دارو، نعمل التصوير باسفي تصوير وتعليب سمك الا كان ممكن غدا ان شاء الله خويا ناخذو جميع المعلومات اللي كتعلق به. حيت كاينين معنا الاخوان بزاف من اسفي كيساليو كيعيطوا لي في التليفون كيسولوا انا ممكن الناس اللي عالقين في الخارج واش كاين شي حل للرجوع لارض الوطن. اخت حنونه مالك، بالنسبه للناس اللي عالقين في الخارج كاين دابا واحد محاوله ايجاد حلول ما بين الدول. دونك كل دوله غادي تحسب شحال عندها، غتعرف شحال من رحله غتقدر دير، وغيشوفوا الطرق اللي غاديين يديروا مع ديك الدوله حتى هي، يكونوا عندها الرعايه ديالها هنايا حاضرين عالقين حتى هما، باش هادوك الطياره اللي غتجيب هادو تدي الاخرين. المهم دابا كاين محاولات، نتسناو نشوفوا شنو اللي باغيين يديروا. كنتمنوا ليهم بعدا شي باش ما يمرضوش لينا، كنتمنىهم باش يبقاو مساكن صابرين، لان ما ساهلاش انك عالق، ماشي زعما ساكن حاصل، حاصل راه واعره، المصير ديالك مجهول. رمضان كريم الاخت نجيه، بعيد سؤال بعيد شويه ولكن عنده علاقه باناره الازقه درام دامس، ما يقرب سنه امام مدرسه التريعين المختلطه. لا في الظرف يا خالد، لا ما كيخرجوش الناس بالليل ان شاء الله، ملي قرب يخرج هذا الحجر الصحي ويقولوا لنا انا فاو انتشروا، عاد ديك الساعة يديروا لهم الضوء. المهم على أيين حنا غادي نوطيوها، فين بلاصة أمام تريعي مختلطة، هي اللي في طريق بانوراما. دونك غادي نصيفطوها لهذوك الناس ديال الجماعة، نصيفطوها لهم كتساؤل، هذيك البلاصة علاش ما تصوتش؟ نهارك مبروك علينا وعليك السي يوسف، سي محمد ماكير في تطوان مارتين، المساحة الخضراء كلها تسقى بالمياه العادمة التي أخذت بعد المعالجة. فوالا، بعد المعالجة، هذه هي النقطة المهمة. دابا كيديروا المعالجة لو تريتمون ديال لي زويزي، كيديروا ليه لو تريتمون ديالو، عاد كيدوزو للمرحلة ديال لاروزاج. إلا ما داروش ليه تريتمون ما كيقربوش ليه. هادو اللي كيما قلنا من الطواليت الدلاع، راه داكشي خطير. أختنا شكرا أخي جزاك الله خيرا، وأختي العفو هذا واجب. دونك هنا دوزنا شوية هادي المكانة مع بعضياتنا، إلا كانت باقا شي أسئلة نزيدو واحد خمسة ديال الدقايق باش نوض ندوز ليكم الحالة الوبائية نكتبها، لحقاش كاين شي إخوان متبعين معنا غير في المقالات. قلت لكم البارح ما بغيتش ندير اكسبريم، بغيت ندوزها تنشوف، حيت كانوا صحاب كوبي كولي موجودين فعلا، ملي ما دوزتهاش دوزوا الاخطاء. المهم الشكر موصول للجميع اللي شاركوا معنا في هذا اللايف، اما بالتساؤلات او كذلك بالمقترحات ولا بالتوضيحات. دونك الشكر للجميع، كنتمنى ان رمضان يدوز كامل عندكم بخير وعلى خير بدون مشاكل. كنتمنى باش ما يمرض لكم حتى شي واحد، ما يتصاب لكم حتى شي واحد في هذه الفتره هذه. الحمد لله نتمنى كلشي يدوز مزيان. لوحظت وضع جوا حواجز عندما دارت
قبل أذان صلاة المغرب، لماذا في نظركم استحكام؟ إذا كانت قبل أذان صلاة المغرب، إذا تحسبا من وراء المغرب، حيث السبعة ما يبقى يخرج حد، هي أصلا السبعة ما خرج حد لأنهم مشاو لدارهم كيبجوا فطورهم. إذا هما داروا هذوك الحواجز على قبل بعد أذان صلاة المغرب باش غيزيروا الوقت حتى حد ما يخرج، حيت صعيب تشد بنادم دابا في رمضان. من رمضان عرفتي شنو هي رمضان، بنادم كاين اللي خارج يتمعجن، كاين اللي باغي يتكيف، كاين اللي باغي يمشي يلعب الرامي، كاين اللي باغي عاد يدرك كمارته من الدار طلعات ليه في راسو، كاين كل واحد واش من هم عنده. دونك هادشي اللي يبان لي انا الحواجز خويا، حتى شارع محمد الريفي في بطوات محمد الريفي، شكرا لك اخي. مرحبا السي السي بوب مامون مني، علاش مرجان اسي ما كارفور بيم ما يقننوش هذا الزمن؟ لا راه قلنا في الاول صافي، راه تقنن هذا الزبناء في الداخل اللي هما مساحه ضيقه داروا اربعه، واللي المساحه كبيره كما قالوا الاخوان في سعاده ولا في الشيخ هذا داروا 10 يدخلوا. دونك راه تقنت القضيه ديال ديال بيم، باش من بيم بيم بيم. اما الاخرين باغيين غير الفلوس، باغي الهامش الربح يكبر وصافي، والسلطه اللي خصها تفرض عليهم، الا ما فرضتش عليهم السلطه ما غيديروا والو، والسلطه ما قادراش واقيلا تواجههم لانهم شركات عملاقه و غيخافوها من الاسماء ديالها، دونك ما يقدروش يهضروا معاهم. خويا الناس في الورشه كيتساراو بحال ما كاين والو، خاص شي حل. الناس في هذا رمضان راه كاين واحد الاجراء غير غيبدا في شي بلايص، باش اللي ما تشوفوش في المدينه ما تقولوش راه ما كاينش، هي احترام المناطق. الا كنتي في السعاده ولقاوك لتحت السوق قديم بلا ما تحاول ترجع لدارك، غتمشي تبات وتخلص. دونك من 9 الصباح ل5 العشيه اللي في شي منطقه خصو يبقى فيها. دونك خرجتي تقديتي سير رجع لدارك، ما تبقاش تسارى خويا. الناس خصهم شي حل، هو هذا دابا راه غيبداو يديروا هاد القضيه. دونك هما باغيين عباش يحدوا بعدا من تنقال من بلاصه لبلاصه. انا كنخاف على هذوك الدواوير الملحقه، ولو راه فيها شي ناس اللي خصهم بصح نديهم كورونا ومها والعائله ديالهم كاملين، ولكن كاين وحدين اخرين مساكن غادي يتقدموا معاهم. اللهم كنتمنوا باش هاد الناس يدخلوا في حالهم، ما يبقاوش عدايعين، ما يبقاوش خارجين، وكنتمنوا من السلطه تزير الحبل في هاد الدواوير الملحقه، وما تقولوش راه ما خدامينش هاد الناس ديال السلطه، لان العدد ديال الناس اللي خدامين في هاد السلطه راه محدود وما يقدرش يكفي لهذيك السكينه ديال هذيك الدواوير. الدواوير الملحقه خاصهم بوحدهم جيش، لانهم فيهم ناس زوينين، ولكن في المقابل داخلين من وسط منهم شي وحدين اللي بحال داكشي لي زانديان بكري. الور حوته كتخان الشواري بطبيعه الحال، ملي كيبان لك واحد هذا كيجر لك ولد هذاك اللي مزيان، تا هو كيولي غادي خارج معاهم، وكيولي داك التسيب. والعيالات هذه فاطمه خارجه مع سميره، والضاويه خارجه مع هادي، وكاركينها حت 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 حت، الدنيا عندهم هانيه، وفي الاخر طلع للدار وتقول لها طلعي عندي وتطلع عندها. الله يستر. كنتمنوا باش ان هاد الناس هادو يراعيوا هاد النقاط هادي، ما يبقاوش مقدمين وعم في الدين. وكنظن بانه الامور كلها ناقشناها. كاينين رجال السلطه فعلا يستحقون التنويه، وكاينين رجال السلطه اللي بصح نيت كيخدلوا وكيبانوا فعلا راه ما دايرين حتى شي حاجه. هنا في اقليم جديده كنطلب من قائد الملحقه الاداريه الخامسه باش يعيد النظر في التصرف ديالو مع الناس، لان ملي كيولي واحد عنده محل ديال يقلي السمك وبغى يردو يبيع فيه الديسير ولا الخضره، كيما عطيتي لواحد اخر نفس الامر عنده تعطيه حتى هو يدير، ما 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 تحبسوش، بالعكس شجع انت دوك اللي سادين، قول لهم حلوا وجي في هاد رمضان حل، عوض نخليو هادوك الاخرين اللي كيديعوا في الزنقه وداكشي. دونك يبدلوا النشاط،
يدير الديسير يدير الخضره باش توفروا الحانوتات الحوانت ديال الخضره، يتوفروا الحوانت ديال الديسير، كيولي بنادم عنده فين يمشي يتقدى بلا ما يدير الاكتضاض قدام محلات تجاريه. ملي كتنقص المحلات التجاريه كيولي بنادم اكتضاض، الا كثرتي المحلات التجاريه ما كيكونش الاكتضاض. هذه فكره ديالي انا، كنتمنى نكون خاطئ وانتم اللي عندكم الحق وتبقاو مستمرين فيها. شارع مولاي عبد الحفيظ، هذا كامل غنصيفطو من رئيس القسم التقني إن راه ضعيفة. شكرا من تقوموا به. واش كاين شي شطرونج؟ شحال هادي ما لعبت شطرونج؟ شي 6 سنين اخويا نبي رضوان. انت كي داير اخويا رضوان؟ بخير صحيحة يا ما تا مكروت اخويا. شحال هادي ما بقيت لعبت شطرونج؟ شي 6 سنين. اخر لقاء كان عاديز، ولكن شحال من عام هادي. في الحقيقة اشتاقينا لهذيك المرحلة، كان الراس خاوي وكان باقي بنادم مخفف فين ما طابت ليه كيطيب معاه. المهم على أي هنا كنظن جات الوقت ديال تصبحوا على خير، وعشاء شاهي وسحور شاهي، وغدا إن شاء الله لنا موعد في نفس اللقاء 10:30 الليل. أسئلة أخرى، معلومات أخرى، سيدي علي قلناها في الاول، سي جمال باقي ما جاتش تحليلات، خليها في هنا بلا ما تدخل في لي ديتاي، خليها هنا بلا ما تدخل في الديتاي، خليها هنا. نتمنوا ماشي غير القيد ديال الملحقه الخامسه. ومن ناحيه هادو عندي حالات دابا صيفطوا لي الناس تصاور، مشيت لعين المكان وسولت ولقيت هادشي كاين. هذاك السيد قلت لي كيفاش؟ قال لك اودي راه خليونا ساكتين الله يرحم الوالدين، راه جميع الملحقات مو صافي خليها داكور جميع الملحقات. انا كنهضر على لاله زهره نظرا للخصوصيه ديال لاله زهره. طلبه السنغال، عتيقه محمد، ماشي غير السنغال، راه الطلبه دابا اللي كيمشى يقرا راه مشى يقرا، كاين اللي مشاو حاصلين، فهمتي؟ كاين اللي حاصلين ماشي مشى يقرا، كاين اللي مشى حاصل. هادوك هما كي غدير لهم الطلبه راه مشى يقرا ما جايش راجع، ما غايجيش يرجع دابا. دونك الطلبه ملي غتحيد الجائحه ديال كورونا خصهم يكملوا هذا. هنا كنسول دابا، هنا خص صندوق كورونا يلتفت لجميع المغاربه العالقين برا، ولا شي محسنين صحاح ما يتسناوش ثاني حتى صاحب الجلاله يدير شي فلوس في الصندوق وداكشي، ينوضوا حتى هما شي وحدين صحاح ويقول لك انا كنتكفل بهذوك العالقين في الطاليان، الاخر يقول لك انا كنتكفل بالعالقين في مصر، الاخر يقول لك انا كنتكفل بالعالقين في السنغال. انسي دو سويت، وتا الطلبه تا هما يستافدوا، خاصهم اون بورس باش يقدروا يواجهوا هاد كورونا دابا، حيت دابا عائلاتهم مساكن راه غيتقهروا. انا رصاص بلومبي، يمكن ليا نديبلاصا ولا لا؟ الى دابا انت بلومبي، كنعرفوا بلومبي شي حاجه اللي ضروريه، سيرتو تكون فويت في شي دار، غيعيطوا لك باش تجي انك غادي تحيد ديك الفويت. كاين فيها جوج حوايج، خاصك تحمي راسك وتحمي دوك الناس اللي انت غادي عندهم، حيت نهار كيجينا الفيروس ما كيعلمناش، راه ماشي حيت اليوم ما فيهاش الفيروس غدا ما غيكونش فيا. دونك ملي كيجيك الفيروس ما كيعلمكش، حتى كيكون فيك الفيروس حامل للفيروس، يومين عاد كيبدا اكتيف هذاك الفيروس. اذا ما بغيناكش تمشي وتدي معاك لو فيروس ولا تجيب لو فيروس، دير الاحتياطات ديالك، الكمامه ديالك ملي تدخل للدار غتبدا خدام، من الاحسن دير ليغات، خدم سالي، جبد ليغات بالطريقه اللي وراو صحيحه وديرهم في واحد الكيس ونمشي في حالتي بخير وعلى خير. ما نمسهم ما يمسوني، ما نقرب حداهم ما يقربوا حدايا، خدم بالليغات، دير الكمامه، نسالي نجمع شغلي ونقول الى عندك باش ديزانفيكتي ديزانفيكتي، ما عندكش قول لي ما جيو رشونا ولا ديروا الصابون وغسلوا هنايا ونبي نعالي السلام. دونك الجديد في كورونا، الجديد اللي كاين هي 4 حالات شفاء و4 باقيين كيمتثلوا للشفاء هنا في جديده، وواحد في الدار البيضاء كيتجاوبوا مع الدواء الحمد لله. النتائج الاخرى كلها جات سلبيه، الطبيب بقى المرض، الزوجه ديال الطبيب بقى ما جاتش النتيجه ديالها، الطبيب الانعاش بقى ما جاتش النتيجه ديالو، والبارح كيقابحوا فيه عباد الله في الفيس كيقول لك لا راه جات، واكدت لهم بان ما جاتش، واليوم تاكدت بان باقي ما جاوش. كلامي هو الصح،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أدمي إن شاء الله.